اول مره اتعرفت في الشارع كان رد فعلك ايه لما لقيت الناس في الشارع عارفينك كده وفي نجوميه ظهرت؟ ما انساش يوم ايام الانفلات الامني والكلام ده مش عارف ايه. كنت انا وابني في جامعه الدول العربيه وكانوا حاطين حواجز حديد وانا عايز اعدي مش فاكر عدي الناحيه التانيه اجيب ايه. وده كان 2011 2011 اه لا لا يا ربي هو ما كانش 2011 ما كانش الانفلات الامني كان في تقريبا ساعة فض رابعة وفض الكلام ده كان في قلق والاعتصامات والكلام ده 13 قبل 30 يونيو يعني معدي. كنت خلاص في السنة دي في 2013 بدأت أتعرف والكلام ده. قابلني راجل كبير في السن راح موقفني وراح حاط إيده على كتفي. والله العظيم أنا قعدت يومها عيط عياط من كلامه. قال لك إيه؟ قال لي روح يا ابني الله يبارك لك ويسعدك بقدر ما بتسعدنا في الايام الغم اللي احنا فيها دي باللفظ كده. وراح حاضني وباسمي فبطبطب عليه وبشكره جدا على الكلام الجميل. قال لي انت نجيب الريحاني. اوه مصحف شريف. طب تصدق جاب تشبيح والله العظيم يعني قال لي انت نجيب الريحاني كده يعني. كلام تاني انا بدات اتضايق شويه وكنت غلطان من ان كل حد يشوفني يقول لي انت في انت هنا كمان انت في كل حته. الافيه ده كان صعب بس باين. هو اقول لك حاجه بيومي انت عارف ان انا بحبك. الافيه ده كان بدا يطلع في فتره كده فانا بهزر فبقول لهم بيومي ايه. فانا كان يوم وقفت عرفات ده حصل معايا انا شخصيا. شغل التلفزيون وشغال المناسك فبقول هو كمان هنلاقي بيومي هنا. والله العظيم لقيتهم بيعملوا معاك لقاء في في وقت عرفه. ده من كام سنه؟ لا ده بجد يعني. انا بقول لك انا قاعد لا دي انا بقى انت عارف انا بحبك وما بقلش والكلام ده وانا عارف قيمتك قد ايه كفنان وكنجم بس بجد لا قلت ايه ده؟ لا هو بس بالاحساس بقى يعني هو حسيت بيك فلقيتك طالع في الـ في الـ في المناسك بتاعت الاحرام. ده كان بيضايقك من الناس وقتها؟ وكنت غلطان لفتره من الفترات اللي هو كل ما اخش كنت غلطان كنت بتضايق طبعا لان اكتشفت ان الناس بتهزر معايا بس انه مش مفيش حد متضايق ولا الكلام ده خالص. وبعدين على النقيض بقى لقيت ناس كتير قوي بتيجي تقول لي اوعى توقف. والنبي وحياتك والنبي احنا عايزينك كتير في رمضان احنا عايزينك ما اعرفش كذا اوعى تسمع كلام حد. ناس من الناس العاديه والله العظيم اقسم بالله عايز اقول لهم من غير ما تقولوا انا مش واقف ما تقلقوش. لا يعني فعلا في ده كان مدام سعد يونس قالت لي اوعى تسمع كلام حد اشتغل. طب ده في التمثيل اكتر من حد يعني. تقديم البرامج بقى هل فكره ان انت تعمل برنامج ده موضوع صعب قوي كانت مستسخه بالنسبه لك؟ ده كان موضوع صعب قوي. انا كنت حابب جدا وبعدين اكتشفت ان كل الخليج ما بيشوفش تلفزيون بتشوف السوشيال ميديا وكاني ما عملتش في حياتي غير بيوم افندي. هو الناس ما بيكلمونيش غير بيوم افندي ارقامه كبيره والله جدا. كل من المطار من ساعه نزول المطار العاملين في المطار ضباط المطار في اي دوله خليجيه اي اللي رحتها رحت البحرين ورحت الكويت ورحت السعوديه ورحت الامارات كم مره في كل دوله بروحها من الدول دهيت تلاقي بيومه فندي الناس كلها بيتكلموا على بيومه فندي. كان صعب بالنسبه وفاكرين انه بيتذاع لغايه ما زال فاكرين قصدي انه ان انا بصوره موجود يعني. هل ده كان صعب بالنسبه لك؟ صعوبته جايه منين يا احمد؟ صحيح احنا بنتزنق كتير قوي ولازم تبقى موجود عشان ده خلاص رمضان بعد بكره ولسه بنقفل حلقات وحاجات كتير وبتاع. لكن حاجه صعبه ان انا قاعد معاك دلوقتي والاقي تليفون الحقنا احنا ما عندناش حلقات. لازم نصور حلقات ده الحلقه بعد بكره لازم هتتذاع. فصعوبتها كانت بالنسبه لي عامله كده. انت ترس في مكنه كبيره في مسلسل واحد في رمضان مش لوحدك لكن انا لوحدي مسؤول عن بيومه فندي. لازم تبقى موجود في كل حاجه. يعني اللي اقصده ان انا مثلا قررت اطلع عمره في رمضان فاكيد المخرج منفذ عنده ممثلين تاني يعمل بيهم شغل يصور بيهم الكلام ده الا لو انت عنده مشكله فهتضطر تاجل العمره بس هيبقى في عندك ايام اوف وايام اون لكن البرنامج كله فعشان كده ما قررتش. وبعدين انا شايف كمان كان الله في عون يعني هما شايفين الممثلين كان الله في عونهم. انا شايف ان الممثل اللي بيطلع ساعتين ثلاثه هوا ده
ولا ساعات 4 5 المذيع احمد شوبير ومدحت شلبي وكل اللي ده بيقعدوا بالست ساعات هوا في القناه بيستضيفوا في ناس وبيعملوا ناس. انا مش متخيل ان انا اقعد مثلا نص ساعه مش ست ساعات، نص ساعه مش مسموح لي اكح.